65-year-old Abdullah has diabetes. He has had three toes amputated, and recently his eyesight has started to deteriorate. He knows he needs treatment, but he can't afford the injections to save his sight. أنا قصيت رجلي والله هي قصيت الأظفار في البداية وغير ومية المية في الشيء مشكلة شوية طلع على الأصبع ريحة جينا على مستشفى ناصر قالوا خذ هاي تحويل على ربي رحنا على ربي وقال أرجع على المستشفى وربع ساعة بالمنشطر والله أنا بطلع فيه من غير بنج بقول له طب ليش يا دكتور تيسير بقول لي بخاف أنت تضل مغيب على طول عشان الضغط والسكر فقلنا أمرنا لله والحمد لله يعني والله ما طول جرحي رغم جرحه صعب نازل والحمد لله قاعد يمكن ثلاث شهور والله أقول يكون خمس سنين ما بيسكر تحميت برضه فترة نزل 20 نزل 20 بعد فترة قالوا لي كمان اتحمي ضليت متحمي يعني على طول صار 200 اتحمينا برضك شوية صار 170 بعدين نزل ل 120 130 للنهاية النظر والله فجأة يا دكتور والله كنت أشوف 100% يعني كان يقولوا لي أنت معك سكر بتشوف أكثر منه أقول لهم الحمد لله فجأة انخطفت العين فجأة والله ما بعرف لا غبرة ولا إشي يعني وأنا قاعد بطلع لا حكيت فيها ولا عملت فيها ولا حاجة بطلع على منه بقول عينك حمراء يعني طب هاتوا لي برهم حاطين برهم على الفاضي وقطرة على الفاضي فأجانا الأخ حامد والله رحت على الدكتور العيادة فقال لي في بداية مية زرقاء في عينك اليمين قلت له طب إيش أعمل فيها يعني والله تكاليف للعلاج هذا ما الحمد لله رب العالمين يعني الحين والله صعب يا أخي والله صعب غباش 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 أحس شوف غباش على العين هيك بعدين بشوف الدمع بهر منه لما أنا بطول لما أجي أقرأ القرآن بصير زي غباش على العين شوية بصير الدمع ينزل لا الحمد لله ما طلعش برا الباب شايف من هان ما عند الباب لجوا مرة ما طلعش بالمي نهائي بطلعش يعني. لا ما الناس صالح يا ابن والدي في الحاجات هذه الحمد لله ربنا يكف عنكم وعنا شر الامراض يا رب. والله المصاريف يا دكتور خليها على الله. خليها المصاريف والله من الاولاد مره بيعطونا وعشرين بنقول لك حلاقه معناش. ما بدنا نسوي. بنقول متحملين لا من الله ياخذ ودعتنا ايش بدنا نسوي يعني. Allah loves righteous deeds in the first 10 days of Dhul Hijjah more than any other time of the year. In these blessed 10 days, be a lifeline for a Palestinian in Gaza like Abdullah, forced to live with preventable blindness. When you provide retinal injections to a Palestinian with diabetes, you'll continue to benefit them for years to come. Transform a life and give the gift of sight.